أنا مصطفى إسماعيل أبو مزيد من دير البلح. مدينة دير البلح زي ما كل الناس عارفين وتشتهر بأشجار النخيل والبلح. في السنوات الأخيرة البلح عشان بطل يطلع بطل يتصدر برا، فصار المنتوج فيش تصريف، يعني صار الناس بتخسر عليه وبتدفع عليه، فما بجيبش للناس أي مردود ولا أي عائد مادي كويس. فكان أول النخل بتجيب، كانت النخلة أول بضمنوها بخمسين دينار بأربعين دينار، اليوم النخلة بتجيبش 80 شيكل 70 شيكل، فأصبح الناس بتخسر عليه بجيبش. بالنسبة للنخل صارت الناس تسوي رطب، بتسوي عجوة، تسوي دبس، بتسوي مربى البلح الحياني، أكثر صنف موجود في دير البلح وهو النخلة الرئيسية اللي مزروعة فيه. في أصناف تانية بس مش موجودة بكثرة، يعني زي العامري، زي بنت العيش،